السلام عليكم يا اساطير، اتمنى تكونوا بصحة جيدة. معكم زياد او سموكر من قناة متسابق للألعاب، ورجعنا لكم اليوم يا اساطير بمقطع جدا اسطوري. طبعا يا شباب، هذا المقطع بناء على طلبكم انتو، نظبط الازرار للناس اللي عندها مشاكل الازرار وما بتقدر انها تمسح المحاكي وترجع تنزل المحاكي مرة ثانية. طبعا هذا الفيديو يا اخوان الكم، اتمنى يا شباب اذا ما بتشوفوا القناة تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان نوصل 10,000 اسطوري. والله قربنا يا اخوان. بشكركم يا اخوان من كل قلبي على الدعم الاسطوري على اخر مقطعين نزلناه، جد يا شباب اشي فخم فخم، وانتم فخمين يا اخوان. خلينا نبلش بالمقطع يا اساطير وما نطول عليكم، وليتس جو. اوكي يا اساطير، طبعا يا اخوان اول خطوه معنا لازم احنا نتاكد 100% انه احنا منزلين الحزمه هاي. يا اخوان اول حزمه لازم نكون عارفين انه احنا لازم نكون منزلينها 100% بشكل كامل. هلا يا اخوان اول خطوه لازم تسويها، اذا ما زبطت عندك الازرار تطلع من الحساب بشكل سريع يا اخوان، هيك على السريع، وتروح على الريبير هون وتشيل علامه الصح هاي الخاصه بالريبير، وتعلم على الخيار الثاني وتضغط اوكي تمام، وتعمل ريستارت للهاي. بعدين ترجع تدخل على الحساب بشكل سريع جدا. طبعا يا اخوان الوضع جدا سهل بشكل كامل انه تدخل على الحساب بعد ما انت تسوي اصلاح 100%، هيك انت تكون زبطت الازرار ان شاء الله 100%، ممكن انها تزبط معك بشكل كامل. طيب يا اخوان الخطوه اللي بعدها، كيف لازم نظبط الازرار زر زر يروحش المخطط الايباد الخاص ان شاء الله. يا اخوان على 10,000 راح ننزلكم يا شباب منظور ايباد اسطوري، ترقبوه يا اخوان باذن الله. بالاضافه انه راح نوزع رويال باس بمناسبه وصولنا لل 10,000 اسطوري. طبعا يا اخوان ان شاء الله راح يتم السحب عن الموضوع ان شاء الله، راح ننزل فيديو كيف راح نعمل السحب عن الرويال باس باذن الله على السيزون الجديد. لما ينزل السيزون راح نبلش نوزع فيه بحيث انكم تشحنوا على السيزون الجديد. طيب لانه في يوم بي زي ما احنا شفنا بالتسريبات او باستعراض الجوائز الخاصه بالرويال باس من 1 إلى 100، شوفوا الفيديو يا اخوان خليكم اياه تحت بالتعليق المثبت او بصندوق الوصف، راح يكون في يوم بي بتطور، ممكن يكون طوروا حبة ماتيريال ونص بيصير عندك كل مسج لليوم بي. تمام المخطط الثالث مش عامل عليه ولا مخطط، زي ما شايفين ظابط عندي، اذا بفتح الشنطة سكر يمين شمال. طيب خلينا يا شباب ندخل مرة ثانية هون ونضغط سيف بحيث انه يطلع لنا الازرار كلياتها زي ما شايفين امامكم. تمام اول خطوة شو بدك تسوي اسطوري؟ صغر شاشة المحاكي بالشكل الاتي. لاحظ معي، ادخل على الازرار هون على الكستمايز، تمام اضغط على الكي مابينج بشكل جدا سريع، وليكن يا اخوان عندكم مثلا الماوس مش شغالي. اول اشي الماوس، نبلش بشغلة الماوس او تعليقة الماوس. كل ما عليك انك تضغط عليها بشكل الاتي، تشيل عليها الصح وتضغط سيف، بعدين ترجع مرة ثانية تضغط على الكي مابينج هون بشكل الاتي وتعلم عليها، خليها نفس مكانها واضغط كنترول، خليها مكانها ما تحركها، تعمل سيف، نعمل سيف هون ونطلع نشوف كيف الكنترول ظابطة معنا ولا لا. زي ما انتم شايفين يا اخوان هيها ظابطه معنا مين، هاي اول شيء. تمام نرجع مره ثانيه ندخل هون على السريع، الوضع جدا سهل يا اخوان بشكل جدا سريع. مثلا نشيل الاي، نشيل الكيو، نشيل هاي مثلا، نشيل التاب والاي مثلا، نشيل هاي نعملها اكس من هون زي ما انتم شايفين امامكم، مثلا السبيس الزد، سوري الزد الار مثلا، خلينا نرجع نحطهم يا اخوان بشكل على السريع بشكل كامل. تمام هدول الازرار المهمين اللي لازم تشتغل معك. مثلا عندك البيك اليمين حطها اي، نرجع نلغيها، حطها اي، نحركها شوي، نحركها شوي بحيث انه تكون على نفس الهاي. حط الكيوب، حط الكيوب بشكل الاتي. هون بدك ترجع تشغل الخاصة بالحركة، تعمل عليها صح زي ما انتم شايفين امامكم، هي جاي معنا 100%. نرفعها شوي صغيرة تحت فوق ومنصغر الهاي بشكل زي ما انتم شايفين بحيث انه يصير عندك الدوج اسرع وتكون حركة اللعب اسرع. ميبي عندك التاب هون او الخاصة بالشنطة، تضغط على التاب بعدين تضغط زر وتحط الاي فوق التاب بشكل جدا سريع. عندك السي، ترجع تشيل تحط السي وتحط الزد، وعندك هون السبيس، حط السبيس. ايش في كمان شغلات نحطها يا اخوان؟ هاي الشغلات الاسطوريه لازم انت تسويها. مثلا انا هاي هون بنعملها هيك 100%. الفكره يا اخوان بكل سهوله، الناس اللي مش ظابطه معهم الازرار، كل ما عليك انك انت تشيل الازرار تمام بالشكل الاتي، تعملها اكس مثلا زي هيك بالشكل الاتي،
وتعمل سيف، بعدين ترجع تدخل مرة ثانية على الكي مابينج وترجع تحط تضيف الأزرار بشكل سريع. مثلا الكيو والإي مثلا هون نرجع نحط، وهكذا يا إخوان هيك أنت بتكون زبطت. وبرضو يا إخوان حاول إنك أنت تعمل ريستارت مثلا للكي مابينج بحيث إن تشوف بركة تزبط معك بدون ما تسوي هالشغلات كلياتها. يعني أنا بحاول إنه ألاقيكم الأشياء الطريقة السهلة. وبالإضافة يا إخوان خلينا هلأ ندخل نعمل الأزرار الجديدة معنا بتحديث 2.7. اوكي يا سطير، طبعا زي ما انتم شايفين يا اخوان عندنا هون زر انضاف ان شاء الله معنا بتحديث 2.7 مود دراغون بول الاسطوري. طبعا عندك بس هذا الزر على ما اعتقد، وكمان في عندك زر الكاميها. تمام الاخوان، كل ما عليك انه انت اذا كان عندك ماوس في عندك كبسات فيه، فخلينا نورجيكم يا اخوان. مثلا عندك هذا الماوس، مثلا يكون ماوس عباره عن بيكون في عندك هون كبسات يا اخوان اضافيات موجودين بالماوس، سواء كان ماوسك جيمينج او ماوسك احترافي نفس الشيء راح يكون في عندك ازرار بالشكل الاتي. طبعا بس المشكله انه لازم انت تضيفها كل ما تدخل الجيم او قبل ما تدخل الجيم انك تضيفها، وممكن انك تسويها على ازرار الكيبورد بشكل كامل بحيث انه انت ما كل ما تدخل يروح الازرار عندك. طبعا كل ما علينا انه نصغر شاشه المحاكي بالشكل الاتي ونروح على الكي مابينج يا اخوان، نفتح الكي مابينج بالشكل الاتي. زي ما انتم شايفين هاي هي الاشاره اللي عندنا هون، كل ما علينا نضغط عليها هيك نفتح زر جديد ونحط مثلا هذه الاشاره، مثلا اشاره الماوس او كبسه الماوس هون. طيب راح نعمل سيف ونكبر شاشه المحاكي. زي ما انتم شايفين انضافت معنا هيك. طبعا كمان نقدر مثلا نطير، نشغل الطيران. اوكي هلا في عندنا شغله الطيران، ضلك كابس بالماوس عليها هيك بشكل كامل. شوف هيك صارت الموضوع اسهل، اما صعب بالماوس. مثلا بدنا اللاعب يكون سريع معنا زي ما شايفين امامكم، بس لما نفتح السلاح ما حيزبط انه احنا مره ثانيه نعمل زي هيك مثلا. طيب هلا في عندنا كبسه ثانيه اخوان لازم نضيفها مره ثانيه. زي ما شايفين عندنا هاي الكبسه ضفناها، زي ما شايفين انضافت معنا زر هون، فراح نضغط عليه زر جديد ونحطه اي 1 مثلا او اي ماوس عندك كبسه ماوس. زي ما شايفين اوه الوضع صار اسطوري هيك. طيب هاي اول كبسه، الكبسه الثانيه هاي مثلا لما تضغط عليها مره ثانيه راح يلغي عندك السرعه. نرجع مره ثانيه نشغل تبعت هاي ونضغط. اوكي يا اساطير، طبعا يا شباب بالنسبه للزر الجديد اللي نضاف معنا هو لما انت صاحبك يتنوك، تمام كل ما عليك انك انت تضيف زر على الايقونه زي ما احنا شرحنا يا اخوان بالشكل الاتي. اي زر مثلا موجود عندك بالكيبورد ما بتستعمله، تسوي هذا الزر وراح تزبط معك بحيث انك انت لما واحد صاحبك تنوك وبدك تشرد انت وياه، يعني تشرد يعني تهربوا يعني، فبتقدر انك تسوي هاي القصة يا اخوان بشكل جدا اسطوري. طبعا كمان للمعلومية يا اخوان، هل تعلم انه الكاميها اذا واحد مكمبر معك جوا البيت سامع صوته هون مثلا، تقدر انك تدمجه معلم من هون بتدمج، هل تعلم ذلك او لا؟ يعني باي باي كمبرة، فهمتوا علي كيف؟ اوكي يا اساطير، زي ما انتم عارفين يا اخوان مود دراغون بول زد نزلوا معنا شخصيات دراغون بول زد، واللي كنت انا متوقع يا اخوان انه نقدر نحصل عليهم بشدات زي التعاونات السابقه، لكن شركه ببجي موبايل للاسف عملوا معنا نظام جديد معنا بالباكج يا اخوان، وجدا قهرني هذا الاشي يا اخوان. يعني انا كنت كثير متحمس انه اخذ الشخصيات مثلا، على الاقل شيء انه مثلا يطلع لي شخصيه واحده مثلا زي شخصيه جوجو سوبر سايان او فيجيتا او فريزا. يعني يا اخوان للاسف يا اخوان طلع نظام الحلبي او النظام هذا هون يا اخوان مختلف تماما عن السابق. طبعا هون يا اخوان كل ما عليك انك انت تصير تلعب 3 ايام كل يوم بشكل جدا اسطوري، وممكن انك انت تحصل على هاي العملات. اما في ناس اللي حابين يا شباب يشحنوا شدات مثلا، تقدر انك انت تتخطى ال 53 ستيج وبعطوك 28 عمله من هدول، بحيث هدول العملات انك انت تقدر تفتح عليهم على هذا الباكج. للاسف يا اخوان لازم بمصاري، يعني على القليل يحطوا لنا مثلا دراغون بول مثلا، حطوا لنا سون جوجو مثلا بالهاي، يعني حطوا لنا مثلا بدون سوبر سايل حطوا لنا اياه بالباكج انه تكون بشكل مجاني ناخذه. لا ما بحطوا لك اياه، لازم ياخذوا مصاري للاسف. طب مش عارف، يعني انا كثير الصراحه متضايق من هذا الباكج اللي نزل، يعني بس مصاري اكثر وشدات اكثر حتى تقدر تحصل
على هذه السكنات الأسطورية اللي عن جد راح تكون من أندر السكنات ومن أقوى التعاون بين ببجي موبايل ودراغون بول زد. يعني جد إشي جدا يأسني إنه كنت متحمس كثير أخذ الشخصيات، لكن للأسف يا إخوان شركة ببجي فاجأتنا بعجلة جديدة، تغيرات بالعجلة. دائما التعاونات بتكون انه ممكن تحصل عليه ب 300 شده، بلانات مثلا 300 شده 600 شده و 3000 شده ممكن تحصل على سكنات كلها. لكن ايضا لما تدفع انت هون مثلا 1650 شده ما بتحصل على السكنات، بعطوك الطابه هاي والرقصه هاي بالشكل المجاني، الباراشوت بالشكل المجاني، اما باقي السكنات بيعملوا لك عليهم ديسكاونت للاسف. يعني لازم انت ايضا مثلا عندك هذا السكن الجيب، للاسف في الباكج جدا سيء، بعطيه 1% من الباكجات السابقه التعاونات السابقه. للأسير اتضايقت لأنه الباكج يعني مش أي حدا رح يقدر يفتح عليه، ممكن ما نحصل على أي سكن. فشو بدنا نسوي إخوان؟ هذا كان الفيديو إخوان اليوم، أتمنى شباب تكونوا استمتعتوا فيه، استفدتوا بالمقابل الأول بإذن الله. وكان معكم أخوكم زياد أوس مكرم من قناة سابق الألعاب، نشوفكم على خير، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية رح تكون على أفضل أداء لمحاكي جيم لوب. بالإضافة رح ننزل شغلات إن شاء الله جدا أسطورية، اعمل اشتراك ووصف زيادكم إخوان، نوصل القناة 10,000 أسطوري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.